دخلت لزوجتك ولا زعلانة ومقفلة على قولها المكة متنكة وقالت ما أبغى أقعد لك البيت؟ والله ما أقعد لك ولا لا الله يزكي الفتحة. تعال مني تعال مني عشان الفتحة. أنتم معي؟ أنتم معي يا إخوان؟ صحيح والله ترى هذا يحصل. أنت يا شيخ أنت متزوج أنت يا شيخ؟ تعال ترى صحيح والله تعال صحيح والله. الآن الآن الإمارات مو بالإمارات جمع إمارة إيش؟ مو الإمارات المتحدة جمع إمارة يعني إمارات عسير إمارة. إمارة زين؟ طيب الرجال ذا الطيب طبيعته بشر رجال حرمته ولا مقفلة وعلى قولهم مكة متنكة وقالت ماني قاعدت لك في البيت. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. سلمت هات الخمسمية خمسمية خمسمية أشل لها معي. لا صعب بس أرجوك تكلم بصدق ألا يكون عشان لك في الشاشة وقدام الناس قل الواقع اللي بيحصل لك في البيت لو قالتك الحرمة. والله لازم نهدئها أول حاجة لازم يكون فيها نوع من التهدئة و... كيف يعني هذا كلام عام السؤال كيف تهديها هي تهايل جبلة عصر كلب بغطي وجه نياك بالشجرة والله ما شاء الله عليه تجيب له عصير وهي ثائرة عندك ايش وديك المطبخ يمكن ما تلقى عصير ما في عصير اذا كان المشكلة مني انا من الرجل ما تدري جاي وهي مقفل طالع من عند الصبح على اذاعة القرآن جيت لها بعد الظهر على اذاعة منت كارلو ما تدري جاء اتصال من اختها جاء اتصال من صديقتها جاء اتصال من جارتها يحصل ما يحصل شيخ عبد الله يحصل لازم نهديها ولا نترك الموضوع يهدى شوية نوعا ما انت موظف التعليم ما شاء الله عليك كلامك مثقف انا في كلام عام يا الشباب ما يعرفون الكلام انت تقول هديها وهذا كيف تهديها على راسه ما شاء الله صفقول صحيح صحيح هذا هذا عينك طيب لو كانت اطول منك اطول مني ها صحيح صحيح والله ترى هذا عين انا اسالكم قلتها مره شوف الرجال يعني نفرض اني انا زوج لا مو زوجتي شنو زوجتك لا نفرض نفرض اصبر نفرض مثلا انا الان انا يعني صارت حرمتي صارت توشني وانا واقف واقف الان هشني مثلا يعني مو انت حرمتي لك لكن مثال يعني مثال هشتني يعني هشني اي امسك قرب الميكروفون يعني ايش اقول حرمته الزوج ايش تقول له تقول له شلونك يا عسل ايش هذا المتعود ايش تقول له متعودين على لا صحيح والله ايش تقول له ليش سويت ليش لاحظت ولا زعلانه مثلا الان هي توش الان يعني مع احترامي اخي وحبي تقديري الان الحرمه توش توش عليه يعني هوش هوش توش اسالكم بالله لو انا وهي توش قلت كذا صفقوني الله يجزاكم خير لو قلت كذا اسالكم بالله الحرمه اللي واقفه ذي شيخ كلكم اللي في القماره تزيد ولا تهدأ؟ ردوا تدرون ليش؟ لأني لا نمسك الله يجزاك خير تعال الله يجزاك خير لا وقف وقف كذا تعال ما شاء الله هذا أقصر منك ما شاء الله الآن الآن تخيلوا ما تزعل بس والله ما تزعل الآن أنا الزوج هاشتني حرمتي وانسدحت زين والآن الحرمة انسدحت لا تنسدح الآن انسدحت أنت الآن الحرمة انسدحي صفقوا يا اخوان اسالكم بالله يروح الزعل ولا ما يروح رد يا اخوان يروح الزعل الان ابن طالب يقول الطلاق في المملكه 28% ابن طالب امام الحرم خطبه شعبان 28 ليش لان الرجال ما عنده الا اذيه خلاص انا اوريكي والله لطع على راسك والله راسك ذا لطع اقعد والحرمه تروح فيها ضعيفه غلط يا اخوان عندكم في الجنوب هنا انا داخل على واحد في الجنوب هنا لقيت محاضره في السجن ودخلني المدير واحد قاتل حرمته قسم بالله قاتل حرمه انا قعدت معه وش السبب؟ السبب انه ما انسدح لا تضحكون صح ولا مو صح يا شيخ صور حرمتك توش وانت منسدح توش من؟ ردوا يا اخوان الان الحرمه واقفه شطوله وتوش يعني حنا طيب الرسول قال إذا غضب أحدكم إيش؟ إيش؟ فليجلس وبعدين كان جالس هي الأميرة تنسدح أنا إيش أسوي؟
لا لا حط الميكروفون. هي ميراضة تنسدح، أنا شو أسوي؟ ردوا يا أخوان، أنا أنسدح والله ما يصير مشاكل. أنا جربت يا أخوان، اللي بمشي رحت البلجيكا بروكسل وهولندا أمستردام، رحت لدول أوروبا وأدخل في مراكز الدعوة. انتهى الوقت، الطيارة بوقع على الله يجزاك خير. فالله الله يا أخوان ألا يأتي منا أذية. نصيحة، خلك دايم ما تؤذي أحد.